السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الحلوين جميلين الميزين دائما وأبدا. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، حياكم الله، أتمنى لكم إن شاء الله صوما مقبولا وإفطارا شهيا. موضوع اليوم هو موضوع رمضان. رمضان هو شهر عظيم كما تعرفون، شهر رحمة وشهر غفران وشهر يعني من أفضل الأشهر في السنة، ولكن في بعض الناس يصوم. أيوة يصوم، ما في مشكلة يصوم، لكن يصوم وينام بعد الفجر إلى أذان المغرب ويقول أنا صائم. فنعتقد الله أعلم الصيام هذا أنه بس جوع وضمع عليه. يا أخي رمضان فرصة، إذا كنت يعني بتنام نام، ما نقول شيء، لكن وقت الصلاة قم صلي يا أخي ورجع نام. لا إن شاء الله الفطور ما عندك مشكلة، لكن تتسحر وتنام إلى الفطور هذا غير صحيح. الشيء الثاني يا أخي، رمضان يروح اليوم 15 ولا كم اليوم، يعني خلاص راح رمضان، لا تعد أيام رمضان. رمضان هذا شهر خير وبركة، شهر رحمة، فرصة أن الواحد يكفر عن سيئاته في هذا الشهر. عن طول السنة ما تخلي شيء إلا ما تسويه، الله أعلم صح ولا خطأ ولا، وهذه فرصة أنك إذا جاء هذا الشهر الكريم أنك تمسح جميع ذنوبك بإذن الله، تقرأ القرآن، تصلي، تعمل أعمال طيبة، تطلب ربي أنه يغفر لك ويسامحك فيما حصل. والله كريم، يعني الله كريم يغفر جميع الذنوب. فحبيت أني أعرج على هذا الموضوع، ومن حرصي عليكم يا متابعيني ومن يعني محبتي لكم حبيت أني أنزل هذه الفقرة. لاني إبداعية ولاني يعني متشدد في هذه الأمور، لكن شفتها واجبة علي، وإن شاء الله ما فيكم من هذه النوعية، وإذا فيكم منها فإن شاء الله أن الله بيهديه ويقوم وقت الصلاة يصلي ثم يرجع ينام على كيفه. سلامتكم.